شارع المعز وخاصة في منطقة النحاسين يقع قصر الأمير بشتاك، وهو أحد القصور الأثرية الفخمة في القاهرة. بني في القرن الرابع عشر الميلادي بأمر من الأمير سيف الدين بشتاك، حيث كان مقرا للإقامة والحكم. يتميز القصر بعمارة مملوكية فريدة تتكون من ثلاث طوابق تتزين من زخارف خشبية معقدة، بالإضافة إلى مشربيات وأحجبة معدنية في النوافذ. يميز قصر الأمير بشتاك بواجهات متعددة، منها الواجهة الرئيسية المطلة على شارع المعز والتي تتميز بمشربيات ورسومات هندسية رائعة. كما يستخدم قصر الأمير بشتاك كمقر للإقامة والحكم، ثم تحول إلى متحف يعرض تاريخ القاهرة الإسلامية. ويعد القصر شاهداً على العمارة الإسلامية في العصر المملوكي، حيث يعتبر من أهم المعالم السياحية في القاهرة، ويقوم السياح بزيارته من جميع أنحاء العالم. حالياً يعقد فيه الفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية. كانت معكم هلال نادي صدى البلد.